السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الآن تغطية افتتاح مخبز الرغيف الساخن لأيادي سعوديات لأول مرة في محافظة رفح. هنا تدق الجرس وتطلب، وهنا تستلم الطلب، وهنا تدفع المبلغ. ما شاء الله تبارك الرحمن، شغل حلو ومميز في نفس الوقت. لو سمحت بالله بحق ريال خبز. هلا؟ لا صاج. طبعا موقع مخبز الرغيف الساخن بجوار مجمع الماس الطبي.